السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية أيضا، ولكن كما هي العادة بعض العناوين. نقرأ من الهيئة نت: بحجة الاشتباه بانتمائهم لتنظيم الدولة، القوات الحكومية تعتقل 8 مواطنين شرقي الفلوجة. في المدى القانونية البرلمانية، القضاء كشف 480 مخبرا سريا كاذبا. نقرأه من الزمان: تظاهرات حاشدة بمشاركة البيشمركة تشل كردستان وتسفر عن إصابات بين المحتجين. في القدس العربي، فيتو أمريكي ضد مشروع قرار يدين اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل. وفي العربي الجديد، البيت الأبيض، نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس يؤجل زيارته إلى الشرق الأوسط. وفي العرب اللندنية، الجيش اليمني يستعد للحسم العسكري ضد الحوثيين. وأخيرا وليس آخرا في الحياة، استراتيجية ترامب للأمن القومي توازن إقليمي إزاء إيران والصين. المشكلة التي واجهت العراقيين منذ 15 عاما ليست في قيام أحزاب طائفية سياسية فحسب، وإنما في امتلاك تلك الأحزاب ميليشيات مسلحة لكي تفرض هيمنتها ونفوذها في الشارع، رغم أن الدستور منع وجود سلاح خارج نطاق الدولة، كما منع ممارسة الميليشيات المسلحة لدورها السياسي ومشاركتها في الانتخابات وفق القانون الانتخابي المشرع. مجد السامرائي يتساءل في صحيفة العرب اللندنية: ما هو مصير السلاح الميليشاوي في العراق؟ تلك الأحزاب بعضها يحمل أيديولوجيات وبرامج تحاكي بها نظام ولاية الفقيه في إيران، معتقدة أن جيش الدولة الرسمية لا يبيح لعقيدة الانتشار والتوسع عبور الحدود الوطنية. ولهذا فإن قيام جيش عقائدي رديف مهم وضروري وفق التجربة الإيرانية التي أثبتت قدرتها على تحقيق هذه الأهداف في كل من لبنان وسوريا والعراق. هذا ما خلق مشكلة سياسية لم تتمكن القوى وأحزاب العملية السياسية الشريكة لتلك الأحزاب من حلها، حيث أصبحت قوة أي حزب داخل البيت الشيعي الحاكم في العراق مرتبطة بما يمتلكه من أذرع عسكرية. وكانت الفرصة الذهبية أمام تلك الميليشيات هي الحرب على داعش وصدور فتوى الجهاد الكفائي من قبل المرجع علي السيستاني. لكن هناك جهات عديدة اشتغلت منذ وقت وخلال المعارك على توظيف هذه المسألة للانتقال بها من الوطني إلى المذهبي السياسي، بعد أن توفرت لتلك المنظومات العسكرية فرص التوسع والتضخيم وامتلاك أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة التي تضاهي ما تمتلكه القوات المسلحة العراقية تحت شعارات محاربة داعش وعدم المساس بقدسية الحشد الشعبي، لأنه يؤدي دورا وطنيا مشرفا. الكاتب يرى أن الجانب المعقد الآخر والذي يبطن تدبيرات خفية هو أنه تم الفصل بين الحشد والعمل السياسي من جهة، وبين نزع السلاح من فصائله من جهة أخرى. فأين ستصبح قوة قادة التشكيلات والميليشيات؟ هل ستنزع هذا الثوب العسكري شكليا ومؤقتا إلى حين عبور جسر الانتخابات؟ وماذا سيحصل لمواقع تلك التشكيلات المسلحة اللوجستية الحاكمة حاليا في كل من الموصل وصلاح الدين والأنبار وجزء من ديالى وكركوك؟ أسئلة تزيد من ضبابية المشهد السياسي في العراق في ظل ما يعيشه أبناؤه من محن. تحتل مؤتمرات السلم الأهلي والمصالحة ومكافحة الإرهاب يوميات العراق، حيث لا يمر يوم دون أن تقوم جهة ما بتنظيم مؤتمر دولي سواء داخل أو خارج العراق بعناوين يعاد ترتيبها حسب الحاجة،
بينما يبقى المضمون واحدا تقريبا مع إجراء بعض التغييرات الطفيفة المناسبة للحقبة الزمنية والجهات المستفيدة. ففي الأسبوع الماضي شهد العراق مؤتمرين دوليين من هذا النوع بعنوانين مختلفين، ما زاد مضمونهما للشعب خردلة. هذا ما أشارت له هيفاء زنجانة في مقابلتها أو مقالها بصحيفة القدس العربي. البيان الختامي للمؤتمر الأول الذي عقد تحت شعار من أجل عالم بلا إرهاب أوصى بضرورة معالجة آثار داعش النفسية والاجتماعية وتعزيز مقومات الأمن والسلم الأهلي. والكل يعلم أيضا أن هذه الصيغة الهلامية شائعة الاستخدام لشرعنة جرائم المحتل وعملائه الذين لم يتوقفوا عن ارتكابها منذ غزو 2003 وحتى اليوم، وأن الآثار النفسية والتمزق الاجتماعي لم يبذرها داعش، وإن كانت جرائمه قد زادت الطين بلة. أما إجابة الحكومة حول كيفية تعزيز الأمن والسلم الأهلي فقد جاءت بإعدام 38 شخصا بتهمة الإرهاب الجاهزة، ليضافوا إلى من سبقهم من المدنيين الذين دفع إعدامهم نهاية أيلول مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين إلى القول إن الإعدامات قد روعت، وإن الأحكام نفذت في غياب الإجراءات القضائية النزيهة. نواجه في هذا المؤتمر ذات التزوير، وهو الذي يسم كل هذه المؤتمرات بشخوصها والجهات المنظمة والداعمة لها، مهما كانت ادعاءاتها بسمة خطاب ما بعد الحقيقة، حيث تتم إعادة كتابة الأحداث وفق سياسة محاربة الإرهاب، وأي خروج عليها يعني وسم الدولة أو الأشخاص بتهمة الإرهاب. الكاتبة تقول إن العراق حسب هذه المؤتمرات كان يعيش الوئام والسلام قبل حزيران 2014. كان مقتل مليون عراقي تحت الاحتلال ووحشية الحكومات الطائفية المحلية ونزوح الملايين واعتقال وتعذيب مئات الآلاف كان نعيما وسلاما أهليا يحسد عليه العراق في مرحلة ما قبل تنظيم الدولة، والتي ستساعد جلسات المؤتمرات الدولية بروحها الخيرية المتسامحة على استعادتها في مرحلة ما بعد تنظيم الدولة. علقت صحيفة العربي الجديد على الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن على مشروع القرار المصري الذي يرفض تغيير وضع مدينة القدس المحتلة، قائلة إن استخدام واشنطن لحق النقد يؤكد سير إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في استراتيجية بلاده القائمة منذ سنوات طويلة على تعطيل أي قرار دولي يستهدف محاسبة الكيان الصهيوني. الفيتو الأمريكي رافقه كلام للسفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هيلي، بدا مستهترا بأي اعتراض على خطوة ترامب إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، بتأكيدها أن بلادها ستستمر في تحركها لتطبيق القرار ونقل سفارتها إلى القدس، مع تحميلها فشل مفاوضات السلام للقيادة الفلسطينية. هذه القيادة على الرغم من العجز الدولي الواضح في مواجهة التصعيد الأمريكي لمصلحة إسرائيل، لا تزال تعول على المجتمع الدولي مع توجهها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار قرار لمصلحة فلسطين، مع العلم أن قراراتها تبقى غير ملزمة. قبيل التصويت على مشروع القرار أعلنت هيلي أنها ستستخدم حق النقد ضده، مضيفة أن بلادها ستستمر في نقل سفارتها إلى القدس. ولم تكتفي هيلي بذلك، بل حملت الفلسطينيين مسؤولية فشل مفاوضات السلام بقولها إن القيادة الفلسطينية رفضت على مر السنوات عدة اقتراحات للسلام. يسجل تاريخ الولايات المتحدة في الأمم المتحدة استخدامها 80 مرة حق النقد في مجلس الأمن قبل تصويت أمس، 42 منها ضد مشاريع قرارات تدين إسرائيل وممارساتها في المنطقة العربية، بينها 31 ضد قرارات تخدم القضية الفلسطينية.
الصحيفة ترى أن هذا المسار من تعطيل مجلس الأمن الدولي هي خدمة للكيان الصهيوني. لا يبدو أن القيادة الفلسطينية تعظت منه، إذ قررت أن تتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد جلسة لها اليوم لإصدار قرار ضد الخطوة الأمريكية إعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني، معولة على عدم وجود حق نقد في الجمعية العامة، مع العلم أن القرارات الأخيرة تبقى غير ملزمة وفي معظم الأحيان بلا تطبيق. أما رشيد حسن فيرى في مقاله بصحيفة الدستور الأردنية أن التحدي الكبير الذي تواجهه القيادة الفلسطينية والنخب وقادة الفصائل هو الحفاظ على الانتفاضة وإبقاء جذوتها مشتعلة، ومن ثم تطوير فعالياتها وفق برنامج وطني متفق عليه لتحرير الأرض وإقامة الدولة وتحقيق العودة، وقبل ذلك إسقاط قرار ترامب وتمريغه في التراب تحت أقدام أطفال فلسطين ونساء فلسطين وشبابه أيضا. الحفاظ على النار مشتعلة هو من مسؤولية القيادة الفلسطينية بالدرجة الأولى، وهو ما يتطلب أولا وقبل كل شيء أن تتبنى الانتفاضة، ومن ثم الانتقال إلى العوامل الأخرى التي تسند هذه الثورة وتقوي جذوتها وسطوتها وتعطي الجماهير حافزا ومحرضا على الاستمرار. وأهم هذه العوامل هو إلغاء كارثة أوسلو ووقف التنسيق مع العدو وقفا حقيقيا وليس شكليا، ومن ثم تشكيل قيادة مشتركة تضم كافة التنظيمات والفصائل والنخب من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار على غرار قيادة انتفاضة الحجارة. الملاحظ أن انتفاضة القدس سجلت انتصارا حقيقيا على القرصان ترامب وعلى السياسة الأمريكية المنحازة الداعمة للاحتلال، واستطاعت هذه الانتفاضة وخلال مدة وجيزة تحقيق ما لم تكن تحلم به، فلقد عادت القدس وفلسطين إلى واجهة الأحداث، إلى صدارة الأجندة العالمية بعد نسيان طويل، وعادت لتذكر من نسي أو تناسى أن فلسطين لا تزال هوية تحررية يحملها كل أحرار العالم الذين يقفون ضد الإمبريالية الأمريكية المتوحشة وضد أدواتها العنصرية القذرة، بالأخص إسرائيل. الكاتب يرى أن التحدي الأهم والأكبر والأخطر أمام القيادة الفلسطينية هو استمرار الانتفاضة واستمرار جذوتها مشتعلة والحفاظ على الزخم الجماهيري والتعاطف الدولي، وهذا يستدعي إلغاء اتفاق أوسلو وسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني وتشكيل قيادة موحدة تتولى قيادة الانتفاضة بانتظار الفجر القادم. نشرت صحيفة التايمز البريطانية تقريرا للكاتب بوردينغ يقول فيه إن إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عرقلت تحقيقا بشأن ضلوع حزب الله اللبناني في تهريب المخدرات والسلاح، وفوتت فرصة اعتقال مشبوهين من أجل تسهيل التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن مشروعها النووي. يضيف الكاتب أن وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية وجدت أدلة على أن حزب الله المدعوم إيرانيا أصبح ناشطا بارزا في الجريمة المنظمة، ويساعد في إدخال الكوكايين إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أمريكا اللاتينية عبر منطقة الشرق الأوسط. التقرير نقل عن موقع بوليتيكو الإلكتروني أن الوكالة قادت عملية لتتبع خطوات حزب الله ونشاطاته في الخارج، وتوصلت إلى أحد عملاء الحزب واسمه الشبح، والذي يعد من أكبر مهربي الكوكايين في العالم، وهو متهم أيضا بتهريب السلاح إلى سوريا. وأشار إلى ثمة مزاعم بأن إدارة أوباما عرقلت تحقيقا دام 8 أعوام في نشاطات حزب الله من أجل تحقيق هدف الرئيس الأول وقتها، وهو إقناع إيران باتفاق يجمد برنامجها النووي. ويذكر الكاتب أن عملية تعرف باسم كاساندرا بدأت في عام 2008 وتتبعت نشاطات حزب الله المتعلقة بتهريب المخدرات والأسلحة، واستغرق التحقيق 8 أعوام تم فيها اعتقال عدد من العملاء البارزين وفرض عقوبات على أعضاء في الحزب. وبحسب التقرير فإنه يعتقد أن العراقيل
وضعتها إدارة أوباما ضيعت على المسؤولين في الوكالة فرصة وضع أيديهم على الشبح أهم العناصر المطلوبة في التحقيق، والذي يعتقدون أنه في بيروت، ويتهمونه بتوفير الأسلحة الكيماوية للرئيس بشار الأسد في سوريا، بالإضافة إلى تهريب المخدرات والأسلحة الأخرى. الكاتب ينقل في تقريره عن المشرف على حملة كاساندرا في وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية جاك كيلي، انقل قوله أن الوكالة كان باستطاعها توقيف هؤلاء الأشخاص لو أنهم تلقوا الضوء الأخضر من إدارة أوباما التي يقول إنها أهملت طلب المساعدة من الوكالة. قالت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية إن إيران حققت نفوذاً في الشرق الأوسط يتفوق على أي نفوذ حصلت عليه قوة منافسة لها بالمنطقة طوال 50 عاماً ماضية. أشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن هذا البروز السريع لإيران يضع تحديات جديدة أمام أمريكا، نظراً إلى أنه يهدد هيمنتها السابقة على دول المنطقة. الصحيفة تساءلت عن الحروب التي خاضتها إيران بخبرائها ومستشاريها والميليشيات الموالية لها في المنطقة، وعن حدود التمدد الإيراني، وعما إذا كان يمنح طهران المزيد من القوة أم المزيد من المشاكل. وأضافت الصحيفة أن إيران حققت نفوذها الحاضر نتيجة لسياسات أمريكا، ففي أفغانستان أطاحت واشنطن بطالبان، وفي العراق أطاحت بصدام حسين، وهما عدوان استراتيجيان لها. لكن ومنذ 2011 كان سياسات إيران بالإضافة إلى التدخلات القوية من حلفائها خاصة روسيا والافتقار للحماسة من قبل أعدائها هي التي تسببت في الوضع الذي تتمتع به طهران حاليا. ويبدو أن ما أشار إليه الرئيس الإيراني حسن روحاني في تشرين الأول الماضي بقوله إنه وبدون إيران لا يتم اتخاذ أي خطوة مصيرية في العراق وسوريا وشمال إفريقيا ومنطقة الخليج يعبر عن الوضع الراهن بالمنطقة. ومع ذلك قال التقرير إن إيران تواجه وستواجه مخاطر قوية في حروبها الخارجية بالمنطقة، إذ تواجه في كل الساحات معارضة من الطائفة السنية تحد من قدرتها على السيطرة، كما يواجه حلفاؤها غضباً وانتكاسات. تختتم الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أنه على الرغم من اتساع النفوذ الإيراني في المنطقة، فإن دعم طهران لنظام الأسد في سوريا المتورط بجرائم حرب متعددة من استخدام السلاح الكيميائي إلى قصفه دون تمييز الأهداف المدنية بالبراميل المتفجرة قد ساهم بتشكيل صورة سلبية عن إيران في المنطقة والعالم. ابتكر باحثون أمريكيون طريقة جديدة تحذر من خطر السمنة عن طريق وضع علامة خاصة على المشروبات الغازية وغيرها من المشروبات المحتوية على السكر. أجرى باحثون من جامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة دراسة تمت خلالها تجربة بناء نموذج حاسوبي للحياة الحضرية على أساس الإحصاءات الحقيقية. يقوم السكان فيها بشؤونهم اليومية ويشترون المواد الغذائية والمشروبات. أظهرت النتائج أن وجود علامات تحذيرية على سبيل المثال حول ضرر السكر على محلات البقالة يقلل من انتشار السمنة، ويعتقد الباحثون أن هذه العلامات على المنتجات يمكن أن تخفض من احتمال شراء الشخص للمشروبات التي تحتوي على السكر بنسبة 4%. إلى الكاريكاتير.
هذا ما كان في جعبتنا اليوم، على أمل أن نلتقيكم غدا في صدى أقلام جديد. في أمان الله ورعايته.